أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أجواء مستقرة على مدار الأسبوع القادم بإذن الله. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. أما الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد، نتوقع الأجواء مستقرة في معظم مناطق المملكة، وأيضا في بتكون الأجواء لطيفة بالنهار لكنها تميل قليلا إلى البرودة ليلا. في المناطق الشمالية الغربية العظمى 21 والصغرى 7، مناطق الشمالية الشرقية العظمى 20 والصغرى 9، في المناطق الشرقية 22 إلى 14. الرياض أيضا أجواء لطيفة نهارا لكنها تميل إلى البرودة ليلا 20 إلى 10، وأيضا المناطق الجنوبية 19 إلى 10 درجات مئوية. منطقة المناطق الغربية ومنطقة مكة المكرمة 32 إلى 20 درجة مئوية. أيضا يوم الاثنين أجواء مشمسة مستقرة لطيفة نهارا لكنها تميل إلى البرودة ليلا. في المناطق الشمالية الغربية 22 إلى 7، مناطق الشمالية الشرقية 21 إلى 8، منطقة مكة المكرمة 30 إلى 20، الرياض 22 إلى 11، والمناطق الشرقية 24 إلى 4، مناطق الجنوبية 20 إلى 11 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا أجواء مستقرة لطيفة، تظهر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة. المناطق الشمالية الغربية 22 إلى 7، المناطق الشمالية الشرقية 19-8، منطقة مكة المكرمة 29 إلى 20، منطقة الرياض 23 إلى 12، وأيضا المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا، العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية. الأجواء المتوقعة يوم الأربعاء أيضا أجواء مستقرة مشمسة لكنها غائمة جزئيا في المناطق الغربية والجنوبية الغربية من المملكة. مناطق الشمالية الغربية 22-9، مناطق الشمالية الشرقية 19-8، منطقة الدمام والمناطق الشرقية 24-14، منطقة الرياض أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر 24-12، منطقة مكة المكرمة 29-19، والمناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رعدية من مطر لفترات محدودة، العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية. يوم الخميس أجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية، وأيضا الأجواء لكنها لطيفة من حيث درجة الحرارة نهارا تميل إلى البرودة ليلا. مناطق الشمالية الغربية 22-9، مناطق الشمالية الشرقية 17-7، مكة المكرمة 28 إلى 20، منطقة الرياض 23 إلى 12، ومنطقة الدمام والمنطقة الشرقية 23 إلى 14، والمناطق الجنوبية الغربية 19 إلى 10 درجات مئوية. أما يوم الجمعة القادم أيضا أجواء مستقرة مع وصورة 10، المناطق الشمالية الشرقية مكة المكرمة 28 إلى 20، منطقة الرياض 24 إلى 13، المنطقة الشرقية 23 إلى 14، وأخيرا المنطقة الجنوبية الغربية 19 إلى 11 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا وفرصة لسقوط بعض الأمطار بإذن الله. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع أوقات سعيدة، وأجمل تحية لكم من طقس العرب.